البروسيس رقم 7 في الشابتر ده هي مونيتور ريسكس. مونيتور ريسكس مقصود بيها ان انا ابدا اتابع، لان دي واحده من عمليات المونيتور اند كنترول بروسيس جروب، فبالتالي انا محتاج ان انا اتابع. اتابع ايه؟ اتابع هل الريسبونسز بتنفذ فعلا زي البلان، لان الريسبونس بلان دي تعتبر بلان، هي تعتبر الخطه بتاعتي. انا عايز اقارن بقى ما بينها وما بين الاكشوال، هل الريسبونس بلان لما حصل التريجر وكان الريسك خلاص بيحصل، هل نفذنا البلان اللي كنا بنقول عليها، ولا كان في انحراف عن البلان دي، انا ما نفذتهاش، انا عملت حاجه تانية؟ طب ليه كان في انحراف؟ طب هل الموضوع كان كفء اساسا، او العمليه دي كانت فعاله، ولا انا محتاج ان انا اغير الريسبونس بلانز اللي انا كنت شغال بيها؟ انا كنت شغال باستراتيجيز واضح ان هي مش واقعيه، انا محتاج ان انا اغيرها شويه. دي عمليه المونيتور ريسكس. نيجي نبص مع بعض على التعريف. التعريف بتاع البروسيس دي بيقول the process of monitoring the implementation of agreed upon risk response plans، ان انا براقب تنفيذ البلان الريسبونس بلانز اللي متفقين عليها. and evaluating risk process effectiveness throughout the project، وبعمل evaluation او تقييم للفعاليه بتاعه عمليات الريسك. لو نبص مع بعض على البروسيس ماب، هتقول لي ان من ضمن الانبوت الريسك مانجمنت بلان، اللي بتقول لي ازاي تعمل جميع العمليات بتاعه الريسك مانجمنت، اللي منها المونيتور ريسكس، ايه الرولز والريسبونسبيلتيز اللي انا محتاجها للبروسيس دي. ومن ضمن الانبوتس عندي الايشو لوج. الايشو لوج عباره عن المشاكل اللي موجوده بالفعل في المشروع، عشان ابدا ان انا اتابعها، وارد ان يطلع منها ريسك. بس انا بعمل عمليه مونيتورنج للريسكس. ممكن ان انا هنا اقول الناس بتوع الايدنتيفيكيشن اخبارهم ايه، هل عرفوا الريسكس دي اللي ممكن تكون متوقعه من الايشو لوج، ولا محتاجين ان انا اساعد مثلا في الموضوع ده من خلال ان انا بعمل مونيتورنج للريسك. فمستقر او متوقع ان في مشاكل معينه اللي موجوده في الايشو لوج هينتج عنها ريسكس. lesson learned register او سجل الدروس المستفاده، عشان لو في دروس مستفاده تساعدني في تطبيق عمليه المونيتور ريسكس. الريسك ريجستر اللي موجود فيه المخاطر نفسها اللي انا هبدا ان انا اراقبها. الريسك ريبورت بيبين الحاله الحاليه للمشروع من ناحيه الريسك مانجمنت. الديتا اللي انا بطلع منها انفورميشن، لان دي واحده من عمليات المونيتور اند كنترول، وكل عمليات المونيتور اند كنترول بتاخد ديتا وتطلع انفورميشن. فكالمعتاد انا محتاج الديتا، البيانات الخام اللي مش متجمعه اللي مش متحلله عن مواضيع الريسك مانجمنت، عشان ابدا ان انا احللها واقيمها واطلع التقرير بتاعي او البيانات بتاعتي او المعلومات المختصه بالريسك مانجمنت كورك بيرفورمانس انفورميشن. من ضمن الانبوت عندي الورك بيرفورمانس ريبورت. طيب بس انا قلت انا هنا في البروسيس دي انا باخد الديتا واطلع انفورميشن، الانفورميشن بعد كده كاوتبوت هتترتب وتبقى ريبورت. طيب انا محتاج ليه الريبورت كانبوت؟ محتاجه عشان بقيه البيانات في الديسيبلينز الثانيه الخاصه مثلا بالسكادجول، هل انا متاخر ولا متقدم، اخباري ايه في السكادجول بالنسبه للكوست، بالنسبه للكواليتي. لان التقرير ده نفسه وارد ان يديني انديكيشن ان في ريسك مثلا معين ممكن ان هو يزيد او يضاف للريسك ريجستر، فمحتاج ان انا اقلب في الموقف الحالي للمشروع اخباره ايه بالنسبه لبقيه العناصر سكادجول وكوست وكواليتي وهكذا. من ضمن الاوتبوت زي ما قلنا الورك بيرفورمانس انفورميشن، لاني احول الداتا لانفورميشن. التشينج ريكويست نظرا لان هي عمليه مونيتور اند كنترول، فوارد ان ينتج عنها تشينج ريكويست. البروجكت مانجمنت بلان ابديت قال لي هنا اني كومبوننت، اي كومبوننت. البروجكت دوكيمنتس ابديت التحديثات على البروجكت دوكيمنتس، ومنها الاسامشن لوج لو في فرضيات معينه كنت فارضها وببدا ان انا اصححها، او لو افترضت فرضيه معينه ممكن ان انا اضيف الكلام ده. الايشو لوج لو انا بعمل مونيتور للريسك اكتشفت ان في ايشو معينه نتجت، وارد ان هي تزيد على الايشو لوج. الليسنز ليرند ريجستر عشان اسجل الدروس المستفاده، والريسك ريجستر. الريسك ريجستر هنا هيكون واحد من اهم الاوتبوت عشان اسجل فيه الحاله. انا بقول ان في ريسبونس معين، الريسبونس ده كان المفروض يتاخد، وابدا ان انا ابص على الكلام ده واعمل فاليديت للوضع او للبلان نفسها، هل اتنفذت ما اتنفذتش، وابدا ان انا اشيك على الكلام ده واسجل الفيدباك بتاعي في الريسك ريجستر. الريسك ريبورت اللي بياخد موقف معين ل او الستاتس يعني او الحاله بتاعت عناصر الريسك مانجمنت، ويبدا ان هو يسجلها بشكل بيريوديكال. والانتربرايز او الاورجنايزيشن ممكن يبقى في عندي اورجنايزيشنال بروسيس اسيتس ابديت، ابديت على الاو بي اي. نبدا مع بعض في الانبوتس الخاصه بالبروسيس دي. اول حاجه هي البروجكت مانجمنت بلان، محتاج منها الريسك مانجمنت بلان اللي تقول لي ازاي تعمل مانجمنت لاي عمليه من عمليات الريسك اللي منها مونيتور ريسك. It provides guidance on how and when risk should be reviewed.
الجزء اللي هو خاص بالفريكوانسي. انا بعمل ريفيو للريسك ده كل قد ايه، كل اسبوع ولا كل اسبوعين، ايه هي الفريكوانسي اللي عندي، الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعت الناس اللي هتعمل مونيتور للريسك، والريبورتنج فورمات لو في فورمات معينه هستخدمها في عمليه الريبورتنج. من ضمن البروجكت دوكيمنتس الايشيو لوج، وزي ما قلنا ممكن ان انا اشوف يعني هل الايشوز اللي موجوده دي هتاثر عندي في الريسك مانجمنت ولا لا. To see if any of the open issues، هل واحد من الإشوز المفتوحة ممكن has been أو have been updated and نسيت an update to the risk register، اتغيرت المشكلة بشكل ما وده هيأثر على الريسك ريجستر اللي موجود، وأبدأ إن أنا أسجل ريسك جديد أو إن أنا أعدل ريسك كان موجود، فهل ده ممكن إن هو يحصل بناء على الإيشو لوج. من ضمن العناصر lessons learned register، الدروس اللي انا اتعلمتها earlier في مراحل المشروع المبكرة ممكن ان انا نفذها في اخر المشروع. الريسك register لان هو اللي فيه الريسكس نفسها اللي انا هعمل لها monitoring، contain the information for all the risks. الريسك report اللي بيبين اخر موقف او اخر حالة للريسك management processes اللي موجودة في المشروع. report includes an assessment of the current overall project risk exposure، بيديني الريسك exposure او التعرض للريسك، المستوى بتاع الريسك للبروجيكت ككل. من ضمن الانبوتس عندي الـ Work Performance Data، زي ما قلنا اي process في المونيتور والكنترول وارد ان هي تطلع ديتا او تاخد ديتا وتطلع انفورميشن، لان هي بتعمل عملية مونيتور وكنترول، بتقابل او بتقارن البلان بتاعت الريسك ريسبونس بلان بالاكشوال، هل فعلا الاتنين زي بعض، انا بعمل اكشوال زي البلان ولا هل في انحرافات، فانا محتاج ان انا اخد الديتا عشان احللها واطلع بعد كده انفورميشن. Such as risk responses that have been implemented، إيه اللي تنفذ، عددهم كام، أسماءهم إيه، الكلام ده كله. Risks that have occurred، إيه اللي حصل من الريسكس. Risks that are active and those that have been closed out، إيه اللي مازال موجود active وإيه اللي تقفل اللي خلاص عدى الوقت بتاعه أنه ممكن يحصل. Work performance report اللي بتبين الـ status، provide information زي الـ variance analysis، الـ earned value، الـ data بتاعتها، الـ forecasting data. لما بتفرج على الـ report نفسه الخاص بالمشروع بالعناصر أو الـ KPIs بتاعته الخاصة بقى بـ time، بـ cost، بـ quality، ببدأ أن أنا أستنبط أن في مثلا risks جديدة ممكن هي تظهر، المستقبل بتاع المشروع هيبقى عامل إزاي من خلال التأخرات في جدول زمني، الأوفر بادجت، الكواليتي اللي مش كويسة، فببدأ ان انا اتوقع بناء على العوامل دي مستقبل المشروع كريسك مانجمنت هيبقى فين. This information could be relevant when monitoring risks that are related to performance. التولز والتكنيكس عندي الديتا اناليسز، من ضمن الديتا اناليسز اختار التكنيكال بيرفورمانس اناليسز، هو عايز يعمل عمليه مقارنه ما بين الاكشوال اللي هو التكنيكال اكومبلشمنتس الحاجات اللي احنا نفذناها فعلا، تو ذا بلان تكنيكال اتشيفمنت للاتشيفمنت اللي كنت مخطط ان انا اوصل لها. This may include number of defects، عدد defects، storage capacity، weight وهكذا. Deviation can indicate potential threats or opportunities، لما الاقي فيه انحراف عن الخطة اللي انا كنت عاملها ببدأ ان انا اقيم الكلام ده بان وارد ان يكون فيه ريسك معين واحاول ان انا ادور عليه واكتشفه. من ضمن الـ Data Analysis الـ Reserve Analysis، Reserve Analysis لأن أنا كنت سايب احتياطي طوارئ Contingency Reserve على جنب وببدأ أن أنا أتعامل فيه وأقول إيه اللي منه استهلك وإيه اللي منه متبقي. It compares the amount of Contingency Reserve remaining to the amount of risk remaining، النسبة ما بين الـ Reserve أو الـ Contingency Reserve الفلوس نفسها المتبقية إلى الـ Risk نفسه المتبقي. Of risk remaining at any time in order to determine if the remaining reserve is adequate، عشان أقرر هل فعلا الريسك الcontingency reserve اللي موجود اللي هو احتياط الطوارئ اللي مازال متبقي هل ده كافي ولا مش كافي، عشان أسجل الكلام ده عندي. من ضمن التولز والتكنيكس الاوديت، الاوديت مقصود بيه ان انا اروح باستعانه بقى بطرف ثالث او باوديتورز من جوه الشركه، اروح وانزل للمشروع نفسه بحيث ان انا اكتشف هل هو ماشي بشكل كويس في ريسك مانجمنت ولا لا.
used to consider the effectiveness of the risk management processes عشان أبدأ إن أنا أقيم الفعالية للrisk management process. This project of the project manager is responsible for ensuring that risk audits are performed. البروجكت مانجر هو المسؤول على ان الريسك اوديتس ان هي تحصل ار بيرفورمد ات ان ابروبريت فريكوانسي بفريكوانسي معدلها يكون مثلا مناسب كل مثلا شهر كل شهرين زي ما يكون على حسب حجم الاعمال as per the risk management plan طبقا للريسك مانجمنت بلان. من ضمن التولز والتكنيكس الميتينجز نظرا لان انا ببدا ان انا اتابع من خلال اجتماعات دوريه اجتماعات شهريه نبدا نناقش فيها هتقول لنا الريسك ريجستر كده ورونا طيب ايه من الريسكس حصلت ايه ما حصلش طب اتصرفت ازاي يا ريسك مانجر لما حصل الريسك ببدا ان انا اعمل اجتماع ويبقى فيه فيدباك. This includes the risk reviews مراجعة الريسك which examine the effectiveness of risk response مدى فعالية الريسبونس اللي كنا خططنا له وتطبق in dealing with overall project risk في التعامل مع overall project risk أو individual risk. Risk reviews may result in ممكن ينتج عن risk review identification of new individual risks لأن أنا بعمل بدور فوأنا براجع موضوع risk management ممكن يظهر عندي risks جديدة فببدأ ان انا اسجلها واعرفها identification of new individual risks وممكن reassessment of current risk الريسكس الموجودة ببدأ ان انا اعمل assessment ليها وممكن closing of risks that are outdated لو في ريسك معين كان متوقع ان هو يحصل لغاية فترة معينة مرتبط مثلا بالخرسانات وخلاص خلصنا الخرسانات ويعني بقى لها فترة كمان خلصانة ومش متوقعين ان هيبقى في ريسك خلاص كل حاجات الموضوع كانت اتقفلت الـ closing of risks that are outdated اللي لم تعد متاحة أو لم تعد محتملة أن هي تقع. آخر عنصر في الميتينج identification lessons to be learned الدروس اللي أنا هستفيدها من الناس لما طبقت موضوع risk management إيه الدروس المستفادة عندهم. الـ output عندي الـ work performance information لأن أنا خدت data بدأت أحللها بدأت أقيمها المختصة بالريسك مانجمنت بدأت أشوف العيوب فين عددها كام في أي سيكشن متركزة إزاي ببدأ إن أنا أشوف الورك بيرفورمانس انفورميشن هاو بروجكت ريسك مانجمنت إز بيرفورمينج باي كومبيرينج ذا إنديفيدوال ريسكس من إن أنا بخلط الريسكس الفردية ذات هاف أوكيرد اللي حصلت ويز إكسبكتيشن أوف هاي أوف هاو ذي وود أوكير ببدأ إن أنا أقارن ما بين إزاي حصلوا وإزاي كانوا هيحصلوا comparing the individual risks that have occurred اللي حصلت بالفعل with the expectation التوقع of how they would occur كان المفروض يحصلوا ازاي ال change request وارد ان يحصل عندي change request لاني عملية monitor and control monitor risks process may result in a change request to the cost and schedule baseline بناء على مثلا وانا بتابع الريسك بدأت اكتشف ان في ريسك معين الريسبونس ده مش هينفع فمحتاج ان انا اشتغل بطريقة تانية بطريقة مثلا يبقى في ريزيرف مثلا فهيأثر على التايم وهيأثر على الكوست. من ضمن الاوتبوت عندي البروجكت مانجمنت بلان ابديتس وهنا قال اي كومبوننت وارد ان هو ينفع. الاوتبوت من ضمنها البروجكت دوكيومنتس ابديت واول واحد فيها هو الاسامشن لوج عشان لو في اسامشنز جديده افترضتها نيو اور تشينجد اسامشنز. الايشو لوج لان بيبقى فيها المشاكل ايشوز ديسكفرد ديورينج مونيتور ريسك بروسيس هل في ريسك معين اللي انا بعمل له مراقبه اكتشفت ان في مشكله بالفعل واقعيه وانا المفروض اروح احلها دلوقتي فببدا ان انا اسجلها في الايشو لوج. Lessons learned register lessons learned during risk reviews أثناء المراجعات بتاعة الريسك ببدأ إن أنا أسجل الدروس المستفادة. الريسك ريجستر وده واحد من أهم العناصر اللي أنا بعمل له تحديث هنا. This may include adding new risks لو في مخاطر جديدة ظهرت. Update the outdated risks الريسكس اللي خلاص خلصت ومش هتحصل ببدأ إن أعمل لها update or risks that were realized أو لو في ريسك معين خلاص realized تم إدراكه. Updating risk responses وهكذا كل العناصر دي ممكن تبقى من ضمن العناصر. كل العناصر دي ممكن تبقى من ضمن العناصر بتاع تحديث الريسك ريجستر. العنصر اللي بعد كده هو الريسك ريبورت شيء طبيعي ان انا بعمل بشكل بريوديكال ريبورتس مختصة بالريسك مانجمنت فاحط فيها كل الانفورميشن اللي كانت عدت عليا في الفترة اللي فاتت من الريسك ريجستر بالانبوتس اللي كانت جواه بالاضافة لناراتيف او اكزيكتيف سامري او كلام مكتوب بحيث ان هو يوضح الموضوع بشكل اكبر ما تبقاش جداول فقط.
risk report to reflect the current status of major individual project risks. والنقطة الأخيرة هي organizational process assets update. لو في تحديث على التمبلت، على البروسيسز، على الريسك بريك داون ستراكشر، على أي عنصر من العناصر دي. وبكده يبقى انتهينا من شابتر الريسك مانجمنت.